السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى من الله يكون كلشي بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بواحد لا سوب زوينه بالحوت والخضار. كناخذوا المقادير ديالها، كناخذوا واحد المعلقه ديال الزبده ديال الكوكو، ومعلقه ديال مطيشه الحك، ومعلقه صغيره ديال القرفه، الملح، شويه ديال الهريسه الابزار، الحامض محكوك، واحد الحامضه محكوكه، وواحد شويه ديال السكينجبير خضر محكوك، وشويه ديال الكركم خضر محكوك، والبوارو، واحد بوارو، واحد جوج ريوس ديال الثومه محكوكين. كناخذوا الشامبينيو، هذا كيكون يابس، كنكبوا عليه الماء طايب وكنديروه بحال هكا كيجي على هذا. كناخذوا هنا زلافه ديال الجلبانه والهاريكو مقطع رقيق، وهذا هذا شويه ديال الكروفيت. هذا كناخذوا القشره ديالو كنغليوها، هي هذه اللي كتعطينا هكا، وكناخذوا هذا ديال هذا، كناخذوا شويه ديال الدجاج وشويه الكروفيت وكنطحنوهم وكنكوروهم هكا. وهذا الحليب ديال الكوكو باش غادي تكون، والحامض هو الاخر. دابا غنوريكم الطريقه. دابا انا غادي نديروا هذا الحليب ديال الكوكو، هاد العطريه غنديروها هي الاولى. نديرو البواغون، نديرو كلشي باش كنديروهو مع داك الزبيب، مع داك الزبدة ديال الكوكو. غادي نخلطو هكا، نحاولو كيذوب لينا. راه كتجي زوينة، غي جربوها كتجي هائلة. دابا غادي نزيدو عليها هاد الشامبينيو، هذا راه فيك هاد الشامبينيو خصو من ديال العلبة. إلا ما عندكمش هذا غديرو خضر. دابا غنكبو عليها هذا السكينجبير والحامض والملحة والقرفة. دابا غنزيدو عليها هذا الماء ديال القشور ديال الكروفيت. دابا ها هو غيغلي لينا هاد الماء ديال الكروفيت مع هادشي اللي درنا، ومن بعد غادي نزيد الجلبانه والهاريكو والكروفيت. دابا ملي غلات لينا لاصوص ديالنا، المرقه ديالنا ديال الصوبه، غادي نزيد عليها هادو راه مسلوقين، الجلبانه واللوبيا، وغادي نزيد عليها هاد الكروفيت. غادي نزيد عليها دابا الحليب. دابا غنزيد عليها هاد الحليب ديال الكوكو. دابا باقا هو شويه دايره غير غادي يجي مزيان. يلا دابا غادي نديرو هاد الكفته ديال الدجاج والبروفيت. كديروش اي شويه شويه. دابا ملي غادي نديروها ما غنخليوهاش طيب بزاف، حيت هاد دغيا كتقصح، ما خصهاش تجينا قاصحه، خصها تجينا شويه باقا. دابا غادي نديرو عليها واحد جوج معالق ديال الحامض، ومن بعد غادي نطفيو. دابا كتجي على هذا الشكل، كتجي زوينه، كلها صحيه، فيها الحوت وفيها الكروفيت وفيها الشامبينيون خضر، كتجي هائله زوينه بزاف. دابا ها هي ملي كطيب كتجي غزاله، كتجي فنه فنه فنه، اجربوها على حسابي، كتجي غزاله. بالصحه والراحه، كنقدمو لكم الصحه والراحه.